النشرة الثقافية من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. تنطلق مساء اليوم بقاعة السينماتيك فعالية أسبوع الفيلم القصير، والتي تمتد إلى غاية السابع من الشهر الجاري. السينماتيك فعالية أسبوع الفيلم القصير والتي تمتد إلى غاية السابع من الشهر الجاري. التظاهرة بادر لتنظيمها المركز الجزائري لتطوير السينما بالتنسيق مع المركز الجزائري للسينما. عروض الفيلم القصير ستحتضنها قاعة السينما لكل من ولايتي الجزائر العاصمة بشار، عنابة، تيزي وزو، باتنا، تلمسان، وهران، سوق هراس، سيدي بلعباس وبجاية. دعا بوزيد بومديا الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر النخبة الجزائرية إلى التحرر من الصراع العرقي والغوغائية في قراءة التاريخ، كاشفا في الوقت ذاته أن النص الحكائي الذي يكتب حول تاريخ الجزائر غير كاف. على النخبة أن تتحرر من الاستخدام الإيديولوجي والصراع العرقي والغوغائية الموجودة في وسائل التواصل منها الفيسبوك في قراءة التاريخ، بمعنى أن النخبة تقدم معرفة علمية تاريخية قد لا تكون حقيقية 100% ولكنها تقارب الحقيقة. فيه محاولات وللتجديد وفيه دراسات، وبالتالي أتصور أن النص الحكائي أو السردي الذي نكتبه حول تاريخ الجزائر غير كافي، بمعنى أننا ينبغي أن نذهب إلى معرفة علمية تستثمر آخر منجزات العلوم، سواء العلوم التكنولوجية أو العلوم الإنسانية. بوزيد بومديان أضاف أن التراث الجزائر من الشعر الشعبي كان له دورا كبيرا في كتابة تاريخ الجزائر، على غرار شعر مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر الجزائري. العقل الشعبي الجزائري أو الذاكرة الشعبية أرخت للأحداث عبر الشعر، عبر الأمثال، عبر الحكم، عبر الرؤى المنامية، عبر الحكايات، عبر الحكي الشعبي. كان له دور كبير. الأمير كان شاعرا، لم نهتم كثير بشعر الأمير، من خلال شعر الأمير نقرأ نفسية الأمير، من هو هذا الأمير، كيف كان يعبر عن حزنه، عن ألمه، وأيضا الأشعار التي وجدت في تلك الفترة سواء كانت مكتوبة بعربية فصيحة أو بشعر ما نسميه شعر ملحون والذي هو أيضا عربية، لم نهتم بها وربما بعضها اندثر. من جهته صرح منير بهادي مدير المكتبة الوطنية الجزائرية أن التدوين آخر إنجاز البيلوغرافيا الوطنية، غير أن الرقمنة ساهمت بشكل كبير في إنجاز هذه البيلوغرافيا. نعلم بأن البيبليوغرافيا الوطنية كانت من العوائق الكبرى التي أخرت إنجازها، يعني إنجاز هذه البيبليوغرافيا هو الجانب المتعلق بالتدوين. بالتدوين عندما يعني تم إنجاز مؤخرا البيبليوغرافيا الوطنية لسنة 2020 ولسنة 2021 هو بفضل الرقمنة، بفضل الرقمنة خاصة مثلا بالنسبة للبيوغرافية الوطنية المتعلقة بسنة 2021 الآن توضع أو تنجز في حينها. تحل اليوم الذكرى 36 لوفاة محمد إسياخ، مروض الريشة وساحرها، الفنان التشكيلي الذي حقق ظاهرة في الخارطة الفنية. بورتري لمحمد إسياخ. لا يعني له الرسم شيئاً، فهل فاقد الشيء يعطيه؟ هو صاحب الحقد المقدس، يكسر القاعدة ويخوض غمار فن الرسم ليتوج رائداً من رواد الحركة التجريدية المعاصرة. ذات 17 جوان من العام 1928 ولد محمد إسياخ بتيزي وزو، لينتقل في صغره رفقة عائلته إلى مدينة غليزان.
حيث أمسك الريشة إثر حادث مأساوي حرمه يده اليسرى لتبدع يمناه لوحات فريدة مجبولة بالألم والمعاناة، عبرت عن خيباته وشعوره بالاغتراب والتهميش إبان الاستعمار الفرنسي حيث عاصر التقلبات السياسية والثقافية. تتلمذ إسياخم على يد الفنان محمد راسم، لكنه تأثر بفن شقيقه عمر راسم. بعد الاستقلال شغل منصب مدير تربوي بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بوهران سنة 1964، ليصبح سنة 1968 أستاذاً بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة. عرضت لوحاته أول مرة العام 1951 في باريس، لينتقل بعدها سنة 1963 إلى فرنسا للدراسة هناك. ألف إسياخم كتاباً بعنوان 35 سنة في جهنم رسام، الذي عرض فيه بعض ملامح تجربته التشكيلية. الذاكرة التراثية هي جوهر أعمال إسياخم، ليتمكن الفنان من تجسيد طموح الجزائر المقهورة والطامحة للانعتاق من نير الاستعمار، ليتولد عن هذا المخاض العسير مسح الأحذية والأرملة وغيرها الكثير من اللوحات التي بقيت عالقة في ذاكرة عشاق الفن في العالم. جوائز عالمية كللت مأساته الفنية، فحاز جائزة الأسد الذهبي في روما، وجائزة الماريشال بيتان في فرنسا، وجائزة المعرض الدولي في الجزائر. لم يكتفي إسياخم بالفن التشكيلي، بل ولج عالم ديكورات الأفلام، وصمم نماذج للعملة الجزائرية والطوابع البريدية، وأبدع في فن الكاريكاتشور. توفي إسياخم في الفاتح ديسمبر عام 1985 بعد مرض عضال، ليبقى حالة فنية لا مثيل لها. تشهد طهران فعالية الدورة 15 من مهرجان سينما الحقيقة الدولي، الذي سينظم بين 6 و16 ديسمبر الجاري، ويهتم بالأعمال الوثائقية. وقد اختارت إدارته 4 أفلام من نخبة عروض مهرجان لشبونة الوثائقي لتقديمها. نذكر منها الأصل من إخراج بدرو فيليب ماركيز، النهر المتعرج والمنحني لماريو فلوسو، الأرض لهيروتسو سوزوكي، وروزانا توريس، الرجل الخالد لخافي باليدو. مهرجان سينما الحقيقة يرأسه حميد مقدم، ويتضمن عدة أقسام أساسية، أبرزها جائزة الشهيد أفيني الوطنية والدولية، العروض الخاصة، مرآة المهرجان، ولمحة عن وثائقية إحدى الدول، قسم البانوراما، ورشة العمل، وسوق الوثائقيات. توسعت دائرة الأدبية والعلمية خاصة في الآونة الأخيرة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، أين وجد الناس ضالتهم في طريقة النسخ واللصق بدون الرجوع إلى كتابة الاسم الأصلي للمؤلف. فكيف يمكن أن نحد من هذه الظاهرة؟ تفاصيل أكثر في هذا التقرير. تتنوع أشكال المؤلفات والنصوص الأدبية والدراسات المختلفة في شتى المجالات، ولذلك تختلف أشكال السرقات الفكرية. ومن الجدير بالذكر أن أكثر أنواعها انتشاراً وخطراً السرقة الأدبية، عملية التجني المتعمد، وذلك بنسب الأفكار والنصوص والتأليف الموسيقي إلى شخص آخر غير كاتب النص الأصلي أو مؤلفه، هي شكل من أشكال الانتحال مع سبق الإصرار والترصد
ولذلك تؤخذ على محمل الجد في كافة الحالات، حيث تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في جميع دول العالم. أما في حالات سرقة الأطروحات الأدبية والعلمية فإن العقوبة قد تصل إلى حد الفصل النهائي من الجامعة. ليبقى المنتج الفكري في حاجة إلى صرامة في التعامل وإلى تجديد وتفعيل ما هو موجود من قوانين تحمي حقوق المؤلف. وإلى القاهرة، حيث اختتم أمس الثلاثاء بالقاهرة المصرية معرض محطات الغربة للفنانة التشكيلية العراقية عفيفة العيبي، وهو أول معرض يقام لها بمصر. المعرض ضم 18 لوحة فنية رسمت بألوان زيتية، بينهم عملان ينتميان إلى الطبيعة الصامتة وتجسد الأعمال المنجزة على فترات مراحل زمنية مختلفة في حياة الفنانة التشكيلية في الفترة الممتدة بين 1978 و2020، توثق من خلالها تجربة الغربة. في مبادرة فريدة من نوعها، يحول الموسيقار الفلسطيني خضر البايض بيته إلى مدرسة لتعليم الموسيقى والعزف في مدينة غزة، حيث أضحى بيته قبلة للفنانين والشباب المولع بالفن والموسيقى. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. الموسيقى الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من الموسيقى العربية، وبالتحديد موسيقى بلاد الشام، غير أن الموسيقى التي يؤلفها الفلسطينيون في كثير من الأحيان تستعمل الفولكلور الفلسطيني كأساس لبناء هذه المؤلفات، مما يمنحها خصوصية فريدة من نوعها. فضلا عن ذلك، فإن العديد من الموسيقيين الفلسطينيين ألفوا قطعا موسيقية باستعمال أنواع وقوالب موسيقية عالمية تأثرت بها فلسطين عبر القرن العشرين ولا تزال، الأمر الذي يشكل تنوعا وخليطا موسيقيا مميزا. فبالرغم من المعاناة التي يعيشها، إلا أن الموسيقار الفلسطيني خضر البايض له رأي آخر، ولأن للضرورة أحكام، فضرورة عزف الموسيقى عند البايض حكمها تحويل غرفة منزله إلى مدرسة لتعليم الموسيقى، حيث تصطف آلات موسيقية عدة يعود عمرها لعشرات السنين، فيجتمع فيها الهواة مع المتعطشين إلى الإنغماس في عالم الموسيقى والغناء، بعيدا من الدمار وسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية في القطاع الذي ما زال يرفع ركام العدوان. وبهذا المثال الحي يمكن اعتبار الموسيقى ملجأ للترويح عن النفس من الهموم والآلام التي نعيشها من كل النواحي. حصدت النجمة التركية نسلهان أتاغول جائزة أفضل ممثلة دولية في الدورة الخامسة بمهرجان ضيافة دبي 2021. وحصلت نسلهان على هذه الجائزة حيث صعدت للمسرح وتسلمت جائزتها وتحدثت أمام الجميع باللغة العربية مبدية حبها للشعب العربي. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الأخبار الثقافية. شكرا لكم على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.